إذا نذهب إلى الحداثة، ومنها نطالع إبراهيم الشيخ إعلان الحكومة الجديدة فور عودة حمدوك من الإمارات. أعلن الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيتم خلال هذا الأسبوع فور عودة رئيس الوزراء من رحلته العلاجية. وقال الشيخ إنهم فرغوا من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة 17 حقيبة، وقال إنه تم تحديد الوزارات السبعة التي آلت لأطراف عملية الصلاة، وأضاف أننا بتنا على مقربة كبيرة من إعلان مجلس الوزراء الجديد، وأشار إلى أن الجبهة الثورية آلت إليها وزارات المالية والحكم الاتحادي والتعديل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية. إذن أستاذ محمد عثمان، إبراهيم الشيخ أكد أن إعلان الحكومة عقب عودة حمدوك من رحلته العلاجية في الإمارات، هل اكتمل التشاور والموافقة من رئيس الوزراء؟ أولا أنا لا أتوقع أن يتم التشكيل الوزاري عقب عودة السيد رئيس الوزراء، لأنه حالة الانقسامات وحالة الخلافات بالرغم من حديث المتكرر الذي يخرج به الناطق الرسمي سوق الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، وأن هنالك توافق كبير جدا من كل مكونات الحاضنة السياسية في تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، ولكن أيضا نجد في الإعلام أن هنالك عدم توافق في هذه الترشيحات التي رفعت إلى السيد رئيس الوزراء، وبالذات ترشيحات الحاضنة السياسية أيضا، ولم تسلم من هذه الخلافات الجبهة الثورية الحليف الحالي للحاضنة قوى الحرية والتغيير. أيضا هنالك خلافات وانقسامات كبيرة جدا في كيفية الترشيح وفي الشخصيات التي تم ترشيحها لشغل مصر هذه المناصب الوزارية. رئيس الوزراء سيكون له أيضا تقييمه الخاص، هذه الترشيحات رفعت رئيس الوزراء ومن حقه أن يعدل وأن يحذف وأن يضيف بالتشاور مع الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية. أنا لا أتوقع في خلال الأسبوع القادم يتم تشكيل هذه الحكومة، لربما نتوقع تشكيل هذه الحكومة بتوافق كامل مطلع شهر فبراير القادم. عملية تقسيم الوزارات والمعايير التي تمت بها، يعني كيف تنظر لها؟ هم يتحدثون عن تقديم معايير الكفاءة والاقتدار والتأهيل الأكاديمي والتجربة، لديهم العديد من المعايير والاشتراطات في هذا الأمر، ولكن للأسف الشديد أن هذا الأمر هو أمر متروك للمحاصصات السياسية، بالرغم أنهم ينكرون كلمة محاصصات ولديهم حساسية من كلمة هذه المحاصصات، ولكن هذا هو الواقع الذي يحدثنا عن أنفسهم. كل المرشحين الذين تم رفع أسمائهم مع احترامنا وتقديرنا لخلفياتهم السياسية، مع احترامنا وتقديرنا لخلفياتهم الأكاديمية، هم أصحاب تأهيل أكاديمي وأصحاب تجربة، ولكن عدم التوافق الكلي على هؤلاء المرشحين قطعا سيكون هذا عامل من عوامل عدم انسجام هذه الحكومة القادمة التي تمر بتحديات كبيرة جدا. وللأسف الشديد بالرغم من الحالة المزرية التي يعيش المواطن، قلاء الأسعار ومعاناة المواطن، إلا أن نجد الحاضنة السياسية والجبهة الثورية الآن يتهافتون ويتكالبون على المناصب الوزارية، واهتمامات المواطن ومعاش الناس يتزين اهتماماتهم، فقط عن هذا أمر معيب. والآن بالرغم من تزايد تأييد رئيس الوزراء في الفترة الأولى، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أتى بشبه إجماع لكل الشعب السوداني، وكان متوقعين أن يكون هو المهدي المنتظر ويحلحل كل المشاكل والأزمات نسبة لخلفيته السياسية وتجربته الكبيرة جدا، ولكن في الآونة الأخيرة بفضل الصراعات وفضل الظروف الإقليمية والظروف الدولية والظروف التي تمر بها السودان، قد لا يكون قد حقق آماله وتطلعات الشعب السوداني، فلذلك تسبب ذلك في تناقص أسهمه في الفترة الأخيرة. نعم، دعنا نتحدث عن الحاضنة السياسية الحرية والتغيير نفسها تحدثت عن استبعادها لمعيار الكفاءة باعتبار التجربة يعني السابقة، وتحدثت أنه سيتم الاختيار بمعيار الخبرة، ما رأيك؟ لا يوجد هناك معايير متفق حولها، لا بين قوى الحرية والتغيير لا بين الجبهة الثورية. المعيار الوحيد الذي نراه على أرض الواقع هي باب المحاصصات السياسية، كل حزب دفع بثلاثة مرشحين، الثلاثة مرشحين قد تنطبق فيهم كل الشروط وقد لا تنطبق فيهم كل الشروط، ولكن سيتمترس كل حزب بمرشحه وسيتخذ مواقف قوية وجريئة وصلبة ما لا يتنازل مرشحه، وفي النهاية ستقلب جانب المحاصصات السياسية. الآن حكومة الكفاءات كما أسلف ممثل قوى الحرية والتغيير كاد تكون فشلت فشل ذريع جدا طيلة الفترة الماضية، والآن يتحدثون أننا سنلجأ إلى
إلى خبرات، ولكن ما هي هذه الخبرات وكيفية معرفة هذه الخبرات ومن الذي يقيم هذه الخبرات؟ في المسألة ذاتها مسألة جدلية. أنا لا أتوقع أن يكون هنالك تناسق وتناقم في الحكومة القادمة، لأنه أتت من مشارب وأيديولوجيات مختلفة جدا. هذه الخبرات هل هي كانت في السودان أم خارج السودان؟ إن كانت في السودان معناها تتبع للحزب البائد مؤتمر وطني، أو الأحزاب الأخرى التي كانت في الحكومة معهم في الوفاق الوطني، أيضا يعني معناها ممارسة بالخبرة، أيضا معناها كانت مع الحكومة الفائدة. أنا لا أرى أن هنالك مبرر مقنع بأن يتحدث عن الخبرات، لأنه كل من خبر العمل السياسي وظل في النشاط السياسي طيلة الفترة الماضية كان من المنضوين تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني، أو من المشاركين أو من المتعاملين معه. كل هذه الأحزاب السياسية ظلت هي يا إما محظورة يا إما جمدت نشاطها، فلذلك لم تكتسب لا خبرة ولا دراية بالواقع السياسي. هنالك أحزاب تكون قد اندثرت تماما، اندثرت سيرتها واندثرت تاريخها، ولم نسمع لها صوت إلا بعد أن أتت قوى الحرية والتغيير. حقيقة نستطيع أن نقول أن حاضن السياسية لقوى الحرية والتغيير تفتقر إلى الكوادر المدربة والمؤهلة، والدلالة على ذلك إن كانت لديها كوادر مؤهلة ومدربة أصحاب خبرات لما أتت بهذه الحكومة الحالية التي دفع ثمنها الشعب السوداني. ننتقل إلى تغيير الولاة، أيضا سيتم تغييرهم، هل سيكون بنفس معايير الحرية والتغيير والجبهة الثورية، أم سيتم إشراك أو يكون في حراك المكونات المجتمعية الأخرى لهذا التغيير؟ قطعا الآن معظم ولاة الولايات ولاياتهم غير مستقرة أمنيا وغير مستقرة سياسيا، ولعلنا نجد الآن ما يحدث في ولاية نهر النيل، ونجد أيضا نتابع ما يحدث في ولاية دارفور الكبرى. ولاة الولايات الذين تم تعيينهم طيلة الفترة الماضية عجزوا تماما في استتباب الأمن والاستقرار، عجزوا تماما في تقديم خدمات للمواطنين، عجزوا تماما في إقناع المواطنين حتى ببرامجهم السياسية. لا بد من إعادة النظر في كيفية اختيار الولاة، لأنه نحن نحتاج إلى ولاة قريبين من المواطن، محتاجين إلى ولاة يتحسسوا قضايا وهموم المواطن، لا نحتاج إلى ولاة يأتوا بعقليات الناشطين السياسيين والإسفيريين ويقودوا الولاة وفقا لرؤيتهم وفقا لتوجهاتهم. هنالك ولايات الآن ملتهبة تحتاج إلى ولاة ذات خبرة، وبالذات الولايات الحدودية التي فيها اضطرابات أمنية أيضا تحتاج إلى ولاة من أصحاب الخلفيات الأمنية من أجل الاستقرار، من أجل الأمن والاستقرار في هذه الولايات. لا توجد حتى الآن معايير واضحة جدا في اختيار الولاة، هل هم ولاة من الكفاءة، هل هم ولاة من أصحاب تجربة، هل هم ولاة من أصحاب المناطق، هم ولاة من خارج ولايات سيحكم هذه الولايات. الآن أيضا أمر فيه حديث كثير جدا. نعم، أيا كانت معايير الاختيار بالنسبة للوزارات أستاذ محمد عثمان، توجد تحديات كبيرة تواجه الحكومة القادمة، الكل يعلمها، هل الحكومة استعدت بوضع الخطط والبرامج، خصوصا أننا نعيش حالة انفتاح اقتصادي دولي؟ للأسف الشديد، بالرغم من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالرغم من الاختراق الكبير التي أحدثته الحكومة الانتقالية في ملف السلام، إلا أن ترتيب البيت من الداخل يحتاج إلى وقفات كبيرة جدا. لدينا العديد من المشكلات التي يعاني منها السودان الآن، مشكلة اقتصادية هي أم المشاكل، قلاء الأسعار الطاحن الذي أصبح هو سيد الموقف، معاناة المواطن، انعدام الخبز، انعدام الوقود، كل هذه المشاكل مشاكل عصيبة جدا. ولا يمكن أن نتحدث عن انفتاح خارجي، ولا يمكن أن نتحدث عن استثمارات ستأتينا من دول أجنبية ونحن غير مهيئين لهذه الاستثمارات. لك أن تتصوري دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي بقضها وقضيتها، ستأتي بكل إمكانياتها الاقتصادية، بيوت خبرة في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، استثمارات، سيفتح الباب على مصراعي. الآن يتم التشاور مع شركة الشفرة الأمريكية لكي تعود مرة أخرى بأجل التنقيب للسودان. بعد كل هذا الانفتاح وبعد كل هذا العمل الضخم والكبير جدا، نجد الآن البيئة الداخلية غير مهيئة، والمواعين الاستيعابية لهذه المشروعات الضخمة للأسف الشديد تكاد تكون منعدمة تماما.